طول يا ليل السجن وزيد بعد ماتك قلبي بالأمل أخضر وما تهمني ويلاتك. ويا رفيق خبرني شو صار بإخواني، افد الوطن يا صاحبي وجود له بحياتك. موجودين برغم المنافي، موجودين برغم الحزن والحرمان، موجودين نحن برغم المستثمرين والتجار، موجودين برغم سلام الميتين وسكون الشارع وآهاتكم واغتيال الحق والسائرين. أهلا بكم مشاهدين الأحباء في هذه الحلقة الخاصة للمناضل عنان شلبي من مخيم عسكر جديد. أهلا بكم من بين الزقاق. دق القلب هبت نسمة ريح تحمل خبر مش صريح، وأجت حلكة الليل وقلت يا رب أستر احمينا بآيات التنزيل. ومرت ساعة بعد ساعة والقلب يدق دقة بعد دقة، والريح تلوح وكلاب العتمة تبوح، ودقات الروح تجرح وأخوي عيون تمرح ونفسه تسرح. قال لي يا خيي معلش نام شوية، الوطن برقبتي غنية، وراح أقدم أجمل هدية، وأعطاني مصروف المدرسة بكل حنية. نمت وعيوني ما تنام، حامل بروحي آلام وبقلبي أحلى الأحلام. ودقت الساعة ودق الباب وصراخ كلاب افتح افتح الباب. دخلوا مسعورين بالليزر مزودين وبالسلاح مدججين، وتوزعوا مثل الجرادين، فعلا إنهم عصابة نازيين. وبالرغم من هيك خوفهم عرق عجبين، خوفهم عرق عجبين. صاحب وجه أبوي وين بطل العملية اللي للعودة والأقصى والفدائية. وبعدين شفت في عين الويل ربطوا إيديه وعصبوا عينيه وبالعصي انهالوا عينيه. ومرت الأيام لا كلمة لا صوت لا خبر، ما عرفنا إلا إنه قابض على الجمر وعجز عن صبر الصبر. بعيونه ضوى الزنزانة وبقلبه هزم العصابة، وأكيد إنه الشعب منتصر، أكيد إنه الشعب منتصر. والوصية أحملها بروحي وعيني، وهذه أمانة ما هي هدية لكل كبير وصغير، لكل أم وشاب وصبية. فلسطين ما تنسوها من المي للمية، فلسطين ما تنسوها من المي للمية. حبك علمنا أبو جهاد رمز الحرية، حبك علمنا أبو عمار رمز الحرية. والفرسان والأسود اللي بعاد عنا شوية بدهم منكم معنوية، كلمة وموقف وهمة قوية. ما في هوية بدون حرية، ما في هوية بدون حرية. نموت من القهر حربا وتسليما، وتميتنا المفاوضات، ويميتنا القهر من اليمين ومن اليسار. ما عدنا نعرف شيئا لأننا لم نستطع إبداء الرأي في الحوار، لكننا نفهم في عصر الجاهلية أننا لن نتنازل عن حقنا في أرضنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحباء، وإحنا في بيت المناضل البطل عنان شلبي. طبعا إحنا من قرية الزور قضاء يافا، اللي هي حاليا اليهود بدعوا وسموها حلون. طبعا يزور قرية
تشتهر زراعة الحمضيات، كانت مملوءة بالحمضيات والزراعة وأرض خصبة. في البداية سيدي استشهد في يزور، سيدي أبو أبوي استشهد في يزور، اسمه عبد السلام عبد العزيز شلبي. بعديها في الهجرة ما هاجروا من في 48، وين التجأوا؟ أجوا وين؟ على نابلس. وسكنوا وين؟ بين الزيتون، خيم بين الزيتون. قبل الاجتياح بدي أقول لك، ابني أنا لما نزل على يعمل عملية داخل إسرائيل من اللي شافه بعينه، وكنت أنا موجود معاه يعني في شارع القدس، لما استشهدوا أمامه شباب يجي يرفع فيهم، تخش إيده بمخ البني آدم. والتجأ بعديها للأمن الوطني. في الأمن الوطني لما اليهود ذبحوا سبعة، قتلوا سبعة عند المسلخ عنا، الإسعاف خافوا يخشوا يطلوهم، أخذ ابني عنان وأخرى واحد معاه خشوا بالإسعاف وطلوهم. بعديها نقول نزل يعمل عملية ونمسك في أراضي 48 اللي هي بلدنا فلسطين يعني. بنوصل لأخوي هاني الله يرحمه الشهيد، لما ضربوا الصاروخ عنا في المخيم عسكري الجديد، كانوا طبعا مستعدين كل الشباب لأي دخول للقوات الإسرائيلية، وضربت إسرائيل إنه ضربت إسرائيل الصاروخ، واستشهد هو وأخرى كان معاه ثلاثة يعني. فمين كان المسعف الأول إلهم وللشهداء وللجرحى؟ اللي هو أخوي ناصر الله يرحمه، كان ممرض في مستشفى الوطني يعني أشطر من 10 دكاترة، وبتشهد له كل المخيم يعني. فكان بإسعافهم لف الشهداء وكفنوهم، والجرحى كان الشباب برضه عندهم شوية إسعاف، وكان أخوي محطاط على إبر ضد التسمم عنده حوالي ما يعادل أكثر من 25 جريح اللي دكهم إبر ضد التسمم وعالجهم، والمخيم بيشهد في هذا الحكي. بوجه لهم التحية والسلام، وأتمنى من الله إنه الله يفرج عليهم جميعهم. أنا طبعاً مرفوض أمني، صرح ما يعادل 8 أشهر ما طلع ليش تسريح، رفض أمني، أنا مرفوض أمني. وإن شاء الله الله بيفرج على ابني عنان وعلى كل الشباب في السجون الإسرائيلية، الله يفرج عليهم إن شاء الله. أتمنى في وجه الله كثير إن شاء الله، رب العالمين اللي إن شاء الله بفرج عليهم. بأول حياتهم يعني كانوا دائما من الأعنان، كان من الأوائل هو ونور وكل أولادي الحمد لله كانوا من الأوائل بالمدارس. وعنان قضى من أول ابتدائي إلى السادس وهم من الأوائل، وبعدين قضى المرحلة الإعدادية من الممتازين. والتوجيه والحمد لله نجح ودخل الجامعة، وهو بالقدس المفتوحة سجل بالأمن الوطني والحمد لله طلع واشتغل 6 شهور اشتغل، بعدين التحق بالثورة من اللي كان يشوفه بالاجتياح عنا على هوا إنه الجيش كان يطخطخ الأولاد و يعني يضربهم على الموت. وكان عنان أول واحد يكون بالمسيرات، والحمد لله رب العالمين بالآخر. إحنا والله كنا رحت على مصنع الألبان مع زميلاتي، وجينا على الدار هنا لهم بيحكوا لي أجي عنان على الدار بسلم عليك عنان، وحكي له أبوه أحط لك يابا تتغدى، حكي له لا شبعان أحط لك يعني إيش ما كان، لا بديش كل جاهز، كل إشي جاهز. ماخد ثائر ابني
حكي له حبيبي الله يرضى عليك لما تيجي امي بتسلم عليها ولابوه حكي له بتدير بالك على امي. طيب اللي هو بحكي له لثائر لما تيجي امي خليها تدعي لي لاني علي انا بكره امتحن. والله احنا وانا مروحه انا كويله اوعيه وحطيت له اياهم على الكنبايه عشان لما اول ما يجي يتحمم ويغير شيء ولا تحمم ولا اي شيء. ضلوا نازل راح عند دار عمه ابو وسيم وراح على المطعم عند عمه ابو وسيم الشهيد اللي كان هو وياه من اعز الاصحاب. ودعهم وضلوا رايح. اللي هو الساعة 7 المغرب اللي هو بيتصل علينا مين عنان. اجوا الشباب يعني حكوا لنا انه عنان نزل وابصر استنى يعني احنا دار الشلبي ودار الهندي يعني ما حكينا بجوز يرجع بجوز اي شيء. المهم الساعة 7 العنان بيتصل له بحكي لثائر رد عليه ثائر قال له اعطيني امي. رديت عليه انا عنان وين انت حبيبي تعال روح عمامك واخوالك الجميع العيلتين موجودين وبدهم اياك. لو بحكي لي ادعي لي يما ادعي لي ادعي لي ادعي لي وضلوا رايح. جاء ابوه بالاخر حكى له وين عنان؟ انا ابوي عنان وين عنان؟ اللي هو بحكي له عنان روح روح. قعد عنان ابو اسبوع مش مبين يعني ما نعرفش عنه اي شيء. وين احنا والله متمددين الا الصليب القدس اللي هو اتصل علينا اللي هو بحكي بيت عنان شلبي حكيت له انا انا امه. اللي هو بحكي لعنان ببيت احتك بالرمله وعنان وقفوا له محامي. أنا والله أنا يوم إجيت صفرنت لما هذا كانت مرت أخوي عنا وكان أبو عنان حكى مع الصليب ما قدرتش إني أنا ما كنتش متأمل إنه عنان عايش. والحمد لله رب العالمين اللي هو عايش. وبعدين طلع لي تسريح الحمد لله أول ما طلع لي التسريح اللي إلي. طيب كيف معنوياتك على هلأ بعد ما خلص أولادك تنين؟ نور الدين كان خريج من الجامعة. وإيش بدنا نعمل التاني التحق مع هالشباب كان الاشتياق عنا والله وأنا قبل ما أخذوه يعني بليلة حكيت له يا عنان والله يما أنا شايف اليهود بعيني حبيبي خلص تتأخرش بالليل خليك يعني لا تطلع ولا تنزل. حكى له خلاص يما والله أنا لا ما عليش ولا أي إشي أنا ولا أي إشي علي ولا يعني شو بده يكون علي. لا عنان بهدي سلامي بحكي له اصبر يما وان شاء الله الفرج لك كريم. بدنا نحكي له ان شاء الله بيطلع لي التسريح وباجي ازورك واشوفك. كان شقي معك والله كان من انا وياه اصحاب كنا والله ما يحكي سره ولا حياته كلها الا الي. أنا كلهم أولادي أنا وياهم أصدقاء يعني ما عمري ما حسستهم إني أنا أي شيء لهم يعني متعاونين كمان معي كثير كثير. كان لو قلتي لما دخل السجن نعم لو سعدت لما دخل السجن الحمد لله اللي هو صار رجال ودخل السجن وهو يعني إحنا يعني هذا الوطن يعني شو بدنا نعمل من أجل فلسطين كلهم إن شاء الله بحرروا بيطلعوا بحرروا القدس يا الله. لا تقلقي يوما علي إذا حزنت أو شردت أو اضطهدت فإنني رجل الشتاء إن كنت مكسورة. علاقتي مع حبيبي أخوي عنان هلأ الأسير الكبير كنا أطفال صغار دايما يعني إيدي بإيده وين ما كان سواء في بيتنا سواء في بيوت أهلنا وين ما كنا نزور حدا مع بعض كنا حتى نلعب بالحارة مع بعض. قيمة إنه أخوي عنان مع إنه يعني أنا أكبر منه بسنة يعني قيمة علمني لعب البنانير
كان أول ما يوصل البيت من المسيرات، واللي يشوفوه بالشوارع، الشهداء في الشوارع، الجرحى، نقلهم بالإسعافات، كان يجي هون يحط راسه هيك على كتفي يحكي لي: يا اختي شايفة؟ أنا أفكره حتى مرة فكرته جريح. يا حبيبي مالك؟ كنك متصاوب؟ كنه شضية؟ كنه في إشي؟ قال لي: لا، أنا كنت حامل شهيد. وأنا يا اختي يعني اللي بشوفه واللي منشوفه إحنا الشباب بيخلي دمنا دايماً ثائر. واصل مسيرته التعليمية حتى وهو أسير، حتى بعد ما انتهى من التحقيق، ما يئس ولا نفسيته تعبت ولا إشي، كان مثقف جداً. كانت الكتب مسموح إن ندخلها بالسجن، نوصل له الكتب لحين ما التحق بعد الدراسة الثانوية طبعاً، وهو برا قبل الأسر التحق في جامعة القدس المفتوحة اللي هي فرع المحاسبة. درس تقريباً سنة لسنة ونص، ويعني واختار الطريق اللي إحنا حكينا عليه، لكن ما يئس ولا إنه يعني انتهت حياته الجامعية. فهاي مؤبد، لكن الأمل موجود، الأمل كبير في قلبه، في قلبنا إحنا. يعني إحنا بهالجمعة بنتمنى يكون إن شاء الله في جمعة مثلها. فهاي شهادته الثانوية أنهاها ودخل القدس المفتوحة. هون السنوات أسره 4 سنوات قداها في جامعة العالم الأمريكية اللي هي شهادة البكالوريوس، شهادة البكالوريوس في الإعلام والصحافة. طبعاً ما يئس كمان وكمان، وظل مثابر على الدراسة والثقافة. هذا إضافة للجلسات الثقافية اللي هو بيقدمها للشباب اللي موجودين عنده بالسجن، إخوانه يعني وزملائه وأصدقائه. فكمل شهادة الماجستير في الإعلام والصحافة، والتحق في نفس الجامعة وكمل دراسته لحين الماجستير. وعم بيبعث لنا رسائل، واحنا لما نزوره انا واختي انه سيلتحق في جامعه ثانيه ويكمل فرع اخر طبعا اللي هو بحبه. هاي شهاده الماجستير، هاي طبعا كشوف العلامات، كشف العلامات، وهاي شهاده الماجستير. طبعا اقدم للحركه الاسيره كل فخري واعتزازي، باش نشد على أياديهم وصمودهم الأسطوري، سواء داخل الزنازين أو داخل الغرف أو في إضراباتهم بداخل السجون. ومنشد على أياديهم ومنحكي لهم إن شاء الله بتكونوا معانا بتحرير القدس. وبحكي لك يا عنان، إن شاء الله إحنا الأمل كبير، والأمل كبير إنك تكون في بيتك وبأحضان أهلك ويعني ونفرح فيك زيك زي كل الشباب، وزي ما فرحنا في أخوي نور بعد ما تحرر من الأسر نفرح فيك ومنقدم لك يعني أغلى ما نملك. وبحكي لك هي بنتي عرين جنبي، وهي حمودة طبعا شبيهك يا عنان، وهدية بنتي الكبيرة. أخوي عنان كان مو أخ إلي، كان أكثر من صديق. أنا وهي ربينا مع بعض، نخرج على المدرسة ونرجع مع بعض، حتى بأوقات فراغهم يعني دائماً إنه ينادي لي روح معي، مع إنه كان أكبر مني بسنتين، إلا إنه دائماً أكون جنبه. وعلمني شغلات كتير حلوة، اللي هي العزيمة والإصرار والتحمل والصبر.
كنا دائما نتسابق في العلم في المدارس، نحب نكون متفوقين. كان كلياته هذا بدعم من الأهل والعائلة لإلنا. وصلنا مرحلة الثانوية ودخلت الانتفاضة. أخي عنان نجح، كان توجيهي نجح والتحق في الجامعة، وأنا قدمت توجيهي ونجحت. فهو دخل جهاز الأمن الوطني، ومن كثر المجازر اللي ارتكبتها قوات الاحتلال في أصدقائه فأصحابه بأبناء شعبه، التحق في بالانتفاضة وبالثورة، وكان إنه بده ينفذ عملية الاستشهاد انتقاماً لأرواح الشهداء اللي سقطوا، وشاف المجازر التي ارتكبوها قوات الاحتلال. وأنا في هاي المرحلة كنت بالثانوية العام بالثانوية العامة، إلا أنه كان كل أنت اهتم في دراستك وما إلك في الباقي، أنت ما اهتم في دائما إصراره أني أنهي التوجيه. ما أنهيت التوجيه إلا كان هو غائب عني، كنت حابب أني أهدي شهادة التوجيه. إحنا بداخل السجون كنا، بما أنه السجن قاهر وينتزع حرية الإنسان من قهر وذل وحرمان، ويحاولوا أنه يطمسوا في أي هوية فلسطينية أو أنه إنسان على وجه الأرض، إلا أنه كافحنا وأصرينا من بعض الحركة الأسيرة أنه يكون لنا برنامج يومي، أنه نطمح بعد خروجنا من السجن أنه نكمل حياتنا طبيعية، لا يكون عندنا أمراض نفسية ولا أنه الاحتلال يأثر فينا، لأنه إحنا نأثر فيه. خرجت من السجن وأكملت السنة الأخيرة لي في جامعة النجاح، وتخرجت قبل تقريباً 3 شهور، أخذت الشهادة الجامعية وتزوجت. هاي زوجتي حنين يعنان، وهي تنتظر، ننتظر مولود، وهي بالشهر الرابع. السلام عليكم، أنا أخو الأسير عنان شلبي، أبعد سلامي إلى عنان ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال والأسيرات الفلسطينيين. وكما عودتونا أن نناضل من أجل القضية ومن أجل الحرية، وأبعد سلامي إلى سيادة الرئيس أبو مازن، ونبايعه من هنا من عائلة الشلبي والهندي ومن قلب مخيم عسكر. إلى ابن أخي وابني عنان الشلبي، وإلى جميع الأسرى، الإخوة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، وإلى جميع الرفاق. أنا خال الأسير عنان الشلبي، أهدي سلامي إلى الأسير البطل عنان الشلبي، وإلى كافة أسران البواسل القابعين خلف القضبان الحديدية. أهدي سلامي إلى أسودنا البواسل الذين حطموا قيد الزنزانة، الذين هم جبابرة الأرض، أنتم عنوان الإرادة. لكم منا كلمة حب ووفاء، ونتمنى لكم الإفراج العاجل بإذن الله. يا
ماذا أنقل لكم أسران البواسل؟ ماذا أنقل لكم أهلنا في الشتات؟ فالحزن مرسوم على الغيوم والأشجار وفي زقاق المخيمات، الصبر لا صبر له والنوم صافر من عيوننا، لكنكم موجودون، موجودون صوركم في القلب ورائحتكم في الأرض، موجودون أنتم في كتب التاريخ وفي عيون أطفالكم وفي قلوب أمهاتكم وآبائكم، أنتم موجودون. مشاهدينا الأحباء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أمام منزل المناضل عنان شلبي من مخيم عسكر الجديد، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.